بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، حياكم الله وبارك الله فيكم. الحمد لله القائل في كتابه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نلتقي في هذه اللحظات المباركة وفي هذه الدقائق المباركة إن شاء الله مع شيخ حافظ، مع ستيني حافظ، مع لقاء مع حافظ شيخنا الشيخ فيصل حاسي حفظه الله. بداية شيخنا، تفضل تعرفنا بنفسك وجزاك الله خيرا. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القائل: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. ورضي الله عن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أشكر في البداية أخي الحبيب الشيخ رأفت دويك على هذا اللقاء الطيب المبارك، وهو عضو في لجنة مركز عمر العوادين القرآني النور، كما أشكر جمعية المحافظة على القرآن الكريم فرع إربد ولجنة إدارة مركز عمر العوادين القرآني على جهودهم الطيبة المباركة. أنا العبد الفقير إن الله عز وجل فيصل خليل الحاسي، العمر 62 سنة، متقاعد من جهاز الدفاع المدني، لدي محل تجاري لبيع المواد الغذائية. حدثنا كيف بدأت عندك مشروع، بداية فكرة مشروع حفظ القرآن الكريم؟ والله هذا السؤال يعني قد تجد فيه نوع من الغرابة نوعا ما. دائما يعني الأهل والأقارب والأصدقاء يطلقون علي أنني حافظ كتاب الله وأنني أحفظ القرآن الكريم، وطبيعتي أنني أعمل في مركز لتحفيظ القرآن الكريم، ولكن حقيقة أنني أحفظ بعض الأجزاء وبعض الصور وبعض المواضع التي تكون في الصور من الآيات المحببة التي تكون قريبة من القلب. حدثنا أيضا دائما أن المشوار في حفظ القرآن الكريم أنه طويل، فكيف تغلبت على هذه الفكرة؟ أعود أيضا للسؤال الأول، أنه أنا من الدوافع التي اتجهت فيها لحفظ القرآن الكريم أنني مرة صليت خلف إمام مسجد والإمام قرأ الفاتحة ومن ثم قرأ بعض الآيات ثم أغلق عليه ولم يستطع تكملة الآية، ثم ركع الإمام، وبعد الصلاة جاءني أحد الأصدقاء فقال لي: لما لم ترد على الإمام، لما لا تفتح على الإمام؟ قلت: والله إن الموضع الذي قرأه الإمام لا أحفظه. فقال: لا، هذا الكلام مش صحيح، أنت حافظا لكتاب الله عز وجل. فدار النقاش بيني وبينه، ولكنه هذا الشخص لم يقتنع أنني لم أحفظ هذا المقطع، فعزمت وصممت على أن أقوم بحفظ كتاب الله عز وجل. بحثت عن شيخ متقن للقرآن الكريم ويتحملني ويتحمل العمر اللي أنا فيه، فاهتديت إلى شيخ المهندس عمر المغاري حفظه الله ونفع الله به الإسلام والمسلمين، وعرضت عليه المشوار مسيرة الحفظ، فاستقبلني ورحب بي، واتفقنا على أن نسمع كل أسبوع حزب، أي ما يعادل نصف جزء. وفضل الله عز وجل استمر حفظ القرآن الكريم معي ما يقارب 60 أسبوع، وبواقع نصف جزء في كل جلسة، أي ما يقارب سنة وشهرين، وذلك فضل من الله تبارك. هل لك تخبرنا أيضا كيف كانت آلية الحفظ، وخاصة أنه المشوار طويل وفي هذا العمر يعني، وخاصة أنه كل أسبوع، فكيف كانت آلية الحفظ؟ أكيد لابد من آلية كانت للحفظ. أشكرك.
أخي الكريم، القرآن الكريم ليس غريب عني، فأنا منذ أكثر من 45 سنة إلى 50 سنة وأنا أتلو القرآن الكريم، وأنا أقرأ القرآن الكريم بنية القراءة والأجر والثواب المترتب على ذلك. لقول المسلم ألف، لا أقول ألف لا ميم حرف، إنما ألف حرف حرف ولا من حرف وميم حرف، وكل حرف 10 حسنات، فكنا نتجه نحو هذا الأمور. لكن ما كنا نقرأ بنية الحفظ والتركيز إلا على بعض الصور وبعض الآيات اللي إحنا كنا نحفظها ونحب أن نحفظها. لكن هل يعقل إنه إنسان يعني إنه يقرأ القرآن الكريم أكثر من 40 سنة إلى 45 سنة ويقرأ القرآن؟ لو قلنا 45 سنة بالسنة 12 مرة، 12 ختمة في 45 ما يقارب 480 إلى 500 ختمة. هل يعقل أن رجل يقرأ القرآن، يقرأ صفحة من كتاب الله 500 مرة ولا يحفظها؟ الجواب نعم، لأنه أنا نقرأ ليس بنية الحفظ وإنما بنية الأجر والثواب المترتب على ذلك. يعني كما تفضلت، النية النوايا هي من الأمور المهمة المعينة للحفظ، هل لك أن تخبرنا أيضا من الأمور الأخرى التي تعين على الحفظ أيضا؟ والله الحفظ يعني حقيقة بحاجة إلى مشجع. الأمر الثاني هي النية، النية، النية الصادقة المخلصة. الدعاء له أثر كبير في حفظ القرآن الكريم. تاج الوقار هو الطمع بتاج الوقار لكي أهدي إلى والدي رحمهم الله يوم القيامة. أيضا كان زوجتي وأبنائي ممن يشجعونني على حفظ كتاب الله، أن نكون من الحافظين العاملين، وأن نكون من الذين يقال لهم يوم القيامة اقرأ ورقة فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. شيخنا، هل لك أيضا أن تخبرنا عن التكرار؟ أكيد التكرار له يعني أثر كبير في تثبيت الحفظ وفي الحفظ، هل لك أن تخبرنا بذلك؟ أكيد التكرار يعني كما يقولون يولد الإقرار، التكرار يعين على الحفظ. التكرار يعني جميع المشايخ والعلماء وطلاب العلم يؤكدون على أن التكرار له دور كبير في الفهم وفي الحفظ الموضع الذي يريد الإنسان أن يحفظه. على سبيل المثال، كنا عندما نقرأ سورة من كتاب الله عز وجل، نقرأ الآية الأولى ثم نقرأ الآية الثانية فنربط الآية الأولى بالآية الثانية، ثم ننتقل إلى الآية الثالثة فنربط الأولى والثانية مع بعضهما البعض حتى نصل إلى منتصف الصفحة. فإذا وصلنا إلى منتصف الصفحة نربط الأول بنصف الصفحة ثم ننتقل إلى النصف الثاني ونفعل كما فعلنا بالنصف الأول. وكل هناك قاعدة تقول كلما قل مقدار الحفظ كلما كان الحفظ أتقن وأثبت. جميل، هل لك أن تسمعنا شيئا من مما تحفظ؟ وجزاك الله خيرا. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم.
الآن يا شيخنا شعورك وأنت تتلو القرآن وأنت تتلو ما حفظت من القرآن، ما هو الشعور الذي ينتابك في هذه اللحظات؟ والله شعور طيب ومبارك، الواحد يعني يقرأ القرآن ويتقرب به إلى الله عز وجل، والله عز وجل يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح المؤمنون، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. من خلال معايشتك للقرآن الكريم وحفظك للقرآن الكريم لابد أن تكون هناك آيات وسور يعني ولفتات في هذا، في هذه الأجواء ما هي السورة التي كانت محببة إلى قلبك يعني وتستمتع بها؟ والله الصور كثيرة يعني حقيقة، لكن الإنسان له قد يكون له تجليات في قراءة بعض الصور، من صورة آل عمران، الأنفال، صورة يوسف، مريم، وصور كثيرة يعني الإنسان يعني. ذكرت أنك متقاعد من جهاز الدفاع المدني وذكرت أن لديك محل تجاري، والمحل التجاري كلنا نعلم يعني الساعات الطويلة التي يقضيها الشخص في هذا المكان وفي العمل، يعني هل لك يعني هل كان لطبيعة عملك وأنت تقضي أوقات طويلة حقيقة، هل كان هناك معيقات أو هذا العمل يعيقك يعني لممارسة العمل القرآني؟ والله الذي يحب شيء يعني دائما يتقرب إليه ويطلبه، حقيقة كان العمل لا يعيقني، بالعكس كنت أنا خلال عملي يعني أقرأ القرآن وأسمع لنفسي وأسمع لبعض الطلاب، وفي خلال عملي كنت يعني أعطي أمنح الدورات التمهيدية والمتوسطة والمتقدمة وأقوم بمنح الإجازات القرآنية. وهذا الشاب حمزة قشعم يعني أخذ عندي دورة تمهيدية والآن يمتحن الدورة المتوسطة ويقوم بحفظ بعض الآيات بعض الأجزاء القرآن الكريم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا حمزة عبد الرحمن قشعم من سوريا، عمري 11 سنة. لقد أخذت دورة التمهيدية والمتوسطة عند الشيخ أبو أنس، وإن شاء الله لن أتوقف حتى أصل إلى القرآن الكريم وأحفظه كاملا بإذن الله. يعني هنا أكيد من الآيات والصور وبعض الصعوبات التي واجهتك في حفظها، يعني آية كان من الصعب أن تحفظها وقصتك مع هذه الآية، يعني كيف استطعت أن تتغلب على هذه الصعوبات وعلى يعني الصعوبة في حفظ هذه الآية؟ والله كما قلت لك سابقا أنه التكرار، أقرأها أكثر من مرة ثم أقوم بكتابتها ثم أسمعها من بعض القراء، فإذا يعني استثقلتني كثيرا أبحث عن تفسيرها ومناسبة نزولها وأدعو الله عز وجل أن يفتح علي بحفظها. حقيقة يعني وكما قلنا في المقدمة هو لقاء مع ستيني، هل تعتقد وأنت في هذا العمر، ونسأل الله أن يبارك لك في عمرك وصحتك ووقتك، هل تعتقد أن العمر دور كبير في الحفظ أو له تأثير في الحفظ؟ لا شك أن الحفظ في الصغر أنفع وأثبت وأتقن. الشباب الصغار يعني عندهم صفاء، ما عندهم مشاكل، ما عندهم يعني مسؤوليات، لكن الكبير يعني قد يجد صعوبة هناك في الحفظ كتاب الله عز وجل. ولكن كما سمعت من شيخي يقول الدكتور أيمن رشد سويد، من فاته الحفظ في الصغر لا يفوته في الكبر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تعاهد القرآن. طبعا قلنا أي شيء لابد له من تخطيط وتنظيم، وهل يعني هل لديك كان برنامج للحفظ وتخبرنا بما هو يعني كيف كان برنامج؟ ذكرت قبل قليل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم تعاهد القرآن، أكثر من قراءة القرآن الكريم، فإنه أشد تفلتا من المخاض في عقلها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني اقرأ القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. وهناك علاقة قوية ما بين قراءة القرآن، حفظ القرآن، وقيام الليل، فالذي يقرأ القرآن ويقوم فيه الليل يعني ممكن أشد تثبيتا.
الله عز وجل يقول ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هل لك أن تسمعنا أيضا يعني قراءة أخرى ما شاء الله يعني مما تحفظ؟ بسم الله. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم وطيب الله هذه الأنفاس. يعني هل هناك وصية للشباب وللصغار والكبار وللرجال والنساء يعني توجهها لهم؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أنا أقرأه كثيرا، تعاهد القرآن، اقرأ القرآن، وخيركم من تعلم القرآن وعلمه، ويقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ ورقة وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. فأنا أوصي الجميع بقراءة القرآن والتركيز على آيات الله عز وجل بنية حفظها وتدبرها. جزاك الله خيرا. إذا أنت يعني حقيقة في هذا الوقت لم تدع للشباب ولا للصغير ولا للكبير حجة، يعني ستيني يحفظ القرآن فهذا لم يدع يعني لأي أحد من الأشخاص حجة. يعني في نهاية وفي ختام هذا الحلقة هل لك أن تسمعنا يعني شيئا آخر على يكون ختامها؟ بسم الله إن شاء الله. سورة لقمان. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. ولقد آتينا لقمان الحكمة نشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم، ونسأل الله أن نكون من الذين يقال لهم اقرأ ورقة فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. ومن هذا المركز ومن هذا المنبر نوجه رسالة عبر شيخنا الشيخ فيصل الحاسي أنه لكل صغير وكبير، لكل من فاته القطار وهو صغير، أن يتدارك عمره وأن يبدأ بحفظ القرآن بحفظ كتاب الله العزيز وأن يخلص وأن يعقد النية لحفظ كتاب الله العظيم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الله 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 الله.